نلتقي وإياكم في موعدنا السنوي للاحتفال بأبطال تحدي القراءة العربي. وجنة الأرض وجمال البحر يا سيدي، رسالة السلام والإيمان والرحمة. لغتنا العربية أشرف لغة في التاريخ. الكتب أوعية الفكر ومصانع القيم للأجيال. قم وتقدم ونحو أهدافك تحرك. فأنا بنت فلسطين، أرض الحلم والأمل. من الذي ستختارونه ليكون بطل تحدي القراءة العربي في نسخته الثامنة؟ من سيحمل لقب بطل أو بطلة تحدي القراءة العربي؟ والفائزين هم الطالب حاتم محمد من سوريا، والطالبة كادي بنت مسفر من المملكة